في يوم 18 وتحديداً في شهر إبريل سنة 1991، البوليس لقى جثة راجل ميت جوه بيته في البانيو في الحمام، لابس كل هدومه والبانيو فاضي ومفيهوش مية، والراجل قاعد في وضعية الركوع وساند دماغه على الحيطة ورافع إيده كأنه بيقاوم حاجة، ومفيش أي علامة تدل على السرقة ولا حتى الباب فيه كسر، ومفيش أي علامة تقول إن كان في حد معاه في البيت. بس لقوا الأسوأ من كده، حاجات بتبين إنه كان بيقاوم حد فعلا بس مش من البشر. ومع التحقيقات عرفوا إن الراجل اللي توفى ده كان قايل لصديقه من أسبوع إن في حاجة بتحاول تموته وإنه عارف إنه هيموت. يا ترى إيه اللي كان بيقاوم، وإيه موضوع الحاجات اللي لقوها في البيت بتبين إنه بيقاوم حاجات مش بشرية؟ ولو مش بيقاوم بشر يا ترى كان بيقاوم إيه، وإيه اللي قدر يموته؟ تعالوا نعرف مع بعض الحكاية. بس قبل ما نبدأ، لو أنت بتشوفني لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على طول. الرجل اللي بنتكلم عنه اسمه كريستوفر كيس، اتولد في ريتشموند في فيرجينيا في أمريكا، وكان بيشتغل مذيع في الراديو المحلي بتاع المدينة، وكان محبوب جدا من كل اللي حواليه، والكل بيقول عليه انه ذكي جدا ومؤدب ومتسامح مع الناس، وكمان كان مهتم بصحته جدا وبيلعب رياضة، وكان بيشتري بأغلى فلوسه مكملات غذائية وفيتامينات اللي بياخدوها الناس الرياضيين، وكان منتظم دايما في مروحه للكنيسة. وما دخل في الثلاثينات اشتغل في شركة عالمية بتنتج موسيقى، راح نقل وبقى بيعيش في واشنطن، وكان منصبه كويس جدا في الشركة المشهورة اللي كان بيشتغل فيها، وفي الشركة دي كون صداقات كتير جدا بس مرتبطش أبدا، ومحدش كان مستغرب من ده لأن طبيعة شغله كانت بتخليه يسافر كتير جدا وبيتنقل من مدينة لمدينة، وحتى في أجازاته ما كانش بيخرج ولا بيسهر، كان برضو بيقعد في بيته ويقعد يسمع تراكات معينة من الموسيقى اللي بيحبها، وما كانش اجتماعي قوي، يدوبك صداقاته محدودة وما كانش بيأذي حد، وبالتالي ما فيش حد يأذيه. وفي يوم 18 إبريل سنة 1991 الشرطة اقتحمت بيته، لقوا جثته في الحمام بالشكل اللي قلت لكم عليه في أول الفيديو. بدأت الشرطة طبعا أول حاجة تعملها إنها تفحص البيت حتة حتة، ولقوا كتب مقدسة كتير جدا، عدد كبير منها، والغريب إنهم لقوا صلبان كتير بكل أحجامها، ولقوا رامي كميات كبيرة من الملح عند باب البيت وعند الدواليب والشبابيك، وكان جايب كذا كاسيت وموزعهم في كل مكان في البيت، ومشغل عليهم ترانيم دينية بصوت هادي. بعد معاينة الجثة من الطب الشرعي شخص سبب وفاته انها ازمة قلبية، بس برضو كان الموضوع غريب لان كريستوفر وقتها كان لسه تامم 35 سنة من عمره وما عندوش اي مشكلات صحية، وتم التحقيق مع زمايله واخر ارقام تليفون كان مكلمها. الشرطة لقت ان اخر مكالمة كريستوفر كان عاملها كانت لصديق لي، وبعد استجواب صديق كريستوفر قال للشرطة لما كلمني كان في حالة سيئة جدا، وكان خايف ومرعوب، وواضح انه كان في نوبة ذعر، وكل اللي كان بيقوله انه في حد بيحاول يموته وانه اكيد هيموتني قبل الاسبوع ده ما يخلص، انا خايف. وقال كمان للشرطة انا حاولت اهديه بس مرة واحدة الخط اتقطع، وحاولت اكلمه بعدها اكتر من مرة بس الخط ما جمعش. تحقيقات فضلت شغالة شهور اللي بعد وفاته، وكل كان بيرجح طريقة موته الغريبة بسبب الحاجات اللي كان عاملها في البيت من ملح وكمية الكاسيتات اللي مشغلها على الترانيم الدينية واللي موزعهم في البيت كله. رجحت الشرطة ان موته بسبب حاجة مش طبيعية، بمعنى اصح قوة شيطانية، وفضلوا بيكملوا بحث واكتشفوا ان قبل وفاته بسبع ايام يعني يوم 17 ابريل الشركة اختارته عشان يروح موعد عمل مهم في سان فرانسيسكو، وكان هيقابل مديرين مهمين في مجال صناعة الموسيقى. وبالفعل كريستوفر روح، وأثناء زيارته ومقابلته مع المديرين واللي كان ما بينهم سيدة كبيرة في السن قعدت تتكلم معاه كتير جدا، خصوصا انها كانت معجبة بنفس نوع الموسيقى اللي كريستوفر كان بيحبها وهي الموسيقى المصرية والعربية، والكلام أخدهم أكتر. والست بكل صراحة طلبت منه أن يروح معها البيت، وهو رفض عرضها أكتر من مرة بالرغم من انها كانت سيده جذابه وجميله جدا على حد وصفهم، وبرغم الحاحه الشديد عليه كريستوفر كان بيرفض طلبها لان فرق السن بينهم ما كانش بسيط نهائي. الست كانت اكبر منه بحوالي 20 سنه تقريبا. الست فضلت تلح عليه اكتر من مره انه يروح معاها، لكنه صمم على رفضه، وواضح جدا ان رفضه ليها ده
أغضبها وضايقها، ولقاها مرة واحدة بعد ما كانت بتتكلم كويس وبكل حنية بدأت تتكلم بنبرة كلها تهديد وشر، وبتقوله أنا عايزة أقول لك حاجة مهمة أنت ما تعرفهاش عني. قال لها إيه؟ ردت وقالت له بكل هدوء أنا ساحرة وعندي خدام من الشياطين والجن، وهتشوف أنا هعمل فيك إيه، هخليك تندم على رفضك ليا بالطريقة دي ومش هتلحق حتى ترجع لي عشان تعتذر. فسألها كريستوفر ليه مش هلحق أرجع أعتذر؟ ردت الست وقالت له لأن المفروض من دلوقتي تعتبر نفسك ميت لأنك بالفعل هتموت قبل ما الأسبوع ده ما يخلص. رد كريستوفر عليها بابتسامة كلها هدوء، قال لها أنا ما بصدقش في كل الكلام اللي قلتيه ده، ومش بآمن بأي حاجة من السحر ولا الكلام ده، أنا لازم أمشي. الست بصت له بصة كلها غل وكره وقالت له ماشي هنشوف، وبالفعل مشي كريست وبات في الفندق اللي كان نازل فيه، وتاني يوم ركب الطيارة ورجع لواشنطن لبيته. وما رجع حكى الحكاية كلها واللي حصل معاه كله من أوله لآخره لواحد صاحبه اسمه سامي سعودة، واللي كان برضو مش بيؤمن بالسحر والشياطين والكلام ده، واللي رد عليه وقال له انسى اللي حصل، هي تلاقيها اتضايقت ولا حاجة عشان انت ما روحتش معاها، فحبت تخوفك وترعبك وتقولك الكلام الفاضي ده، ما تشغلش بالك. كريستوفر قال له ما أنا كمان شايف كده. وبعدها كريستوفر نسى الموضوع من أساسه وما تكلمش فيه تاني، وعد أول كام يوم بسلام وما حصلش حاجة غريبة، فهو اتأكد أكتر إن الست كانت بتهبل يعني وبتقول أي كلام. وفي يوم 14 إبريل كريستوفر بدأ يسمع أصوات همس في بيته، أصوات عالية جدا جاية من كل مكان في البيت. كريستوفر بقى عامل زي المجنون عمال يدور على أي مصدر للأصوات الغريبة دي بس ما لقاش، والمصيبة الأكبر إنه بدأ يشوف زي خيالات عبارة عن ظل أسود لأكتر من حد بيتمشى في بيته، وهو كان لوحده أساساً في البيت. كريستوفر بقى مرعوب ومش قادر يتحرك، وبقى حاسس إنه متراقب، والأصوات دي ما انتهتش إلا لما النهار طلع معاها اختفى الظل الأسود الغريب اللي كان عمال يشوفه طول الليل. أول حاجة كريستوفر عملها إنه جري يكلم صاحبه سامي وحكاله اللي حصل، وقال له أنا مش عارف مصدر صوت الهمس ده جاي منين، أنا فتشت الشقة كلها وما لقيتش أي حاجة ده غير الظل الأسود اللي عمال يتمشى في الشقة. تفتكر صوت الهمس ده والخيالات دي ليهم علاقة باللي الست دي قالته لي؟ تفتكر ممكن تكون فعلا ساحرة وهتنفذ بقى وعدها ليا ولا إيه؟ أنا عمري في حياتي ما حصل لي حاجة زي كده. سامي حاول يهديه على قد ما قدر، بس كريستوفر كان في حالة سيئة جدا. عدى كمان يوم ما حصلش فيه حاجة وكريستوفر بدأ يهدى، وليلة يوم 16 إبريل كريستوفر كان نايم في سريره ومرة واحدة بدأ يسمع أصوات الهمس اللي كان سمعها من يومين، هي تاني، بس المرة دي كريستوفر لقى نفسه مشلول تماما، مش قادر يحرك إيديه ولا رجليه، كل اللي قدر يعمله إنه فتح عينه، وما فتح عينيه شاف فوقيه بالظبط خيال اسود من اللي كان شافهم من يومين. الخيال ده طاير في الهوا فوقيه وبيمد ايده عشان يمسك كريستوفر من رقبته، وبالفعل مسكه من رقبته وبدا يخنق فيه، ورفع كريستوفر من فوق السرير لمسافه حوالي نص متر. وما كريستوفر كان خلاص هيموت وروحه بتطلع، الخيال ده سابه وقع على السرير، وما اخذ نفسه وبدا يبص على ايده لقاها كلها دم، صوابعه كلها متعوره وبتنزل دم، والملايه بتاعت السرير عباره عن بقع دم. فضل قاعد كريستوفر هيتجنن من الخوف ومن الرعب، واول ما الصبح طلع نزل جري على محل كتب ومستلزمات دينيه اسمه ايفانجيل بيوصف مدير المتجر واللي كان اسمه رودني هيجوتشي حاله كريستوفر لما دخل المحل. قال قد ايه كانت حالته مزريه وشكله مش نايم وخايف ومتوتر جدا، ودخل وقف عند رف مليان صلبان واخدهم كلهم. ساله المدير رودني هو انت ليه بتشتري الكميه الكبيره دي من الصلبان، هو انت هتستعملهم في ايه؟ رد كريستوفر وقال له أنا بآمن إن الصلبون دي هتحميني من أي شر، وأنا في قوة خفية وشيطانية بتطردني وعايزة تأذيني وتموتني. وحكى له حكاية الست اللي بتقول على نفسها ساحرة واللي الست دي قالته له، وقال له أنا بحاول أدافع عن نفسي من حاجة أنا مش شايفها. اتعاطف معاه المدير رودني جدا وحاول يساعد كريستوفر على قد ما قدر، ورجح له مجموعة كتب فيها بعض الكلام والطقوس اللي بتبطل السحر. روح كريستوفر وبدأ يشوف هيعمل ايه بالظبط، بس خلاص بقى مقتنع ان بالفعل الست دي ساحرة وانها عملت له لعنة او نوع من انواع السحر، وانه لازم يدافع عن نفسه ضد القوة الشيطانية دي. بدأ كريستوفر يوزع كمية الصلبان اللي اشتراها دي في البيت كله، وبدأ يولع الشموع برضو
ووزعها في البيت، ودلق الملح عند مداخل ومخارج الشقة كلها، حتى الدواليب وأرقان البيت برضو دلق فيهم كميات كبيرة جدا من الملح. وبدأ يكتب بعض الجمل في ورق، واللي كان بما معناه إن هو بيحارب قوة شيطانية وإنها مالية بيته، وبعض الخطوات اللي عملها واللي لسه هيعملها عشان يدافع عن نفسه ويقدر يطرد القوة الشيطانية دي من بيته. وكتب إنه لسه ما تمش كده الأسبوع اللي الساحرة وعدته بيه، وإنه هيموت في خلاله، وإنه لسه فاضل حوالي يومين. كريستوفر قرر ما ينامش ولا يروح الشغل، بس كلم في التليفون بعض زمايله، وكلهم بيوصفوا قد إيه حالته كانت صعبة جدا، وإن صوته كان مليان خوف. وفي نفس اليوم بالليل محدش عارف إيه اللي حصل معاه، بس واضح إن حصل حاجة كبيرة جدا ومرعبة في البيت وسيئة، لدرجة إن الحاجة دي خليته ينزل من بيته في نص الليل وراح بات في فندق. سامي تاني يوم الصبح حاول يتصل بيه كتير جدا بس معرفش يوصله، وقلق عليه فاتصل بالبوليس وقال لهم إنه مختفي وإنه بيحاول يوصله ومش عارف، وحكى لهم اللي حصل مع كريستوفر. البوليس بالفعل توجه لبيت كريستوفر ولقى الباب مقفول ومفيش حد، ومعرفوش ياخدوا تصريح دخول، فاضطروا يمشوا وبلغوا سامي باللي حصل. في نفس اليوم بالليل كريستوفر روح البيت وبعت لسامي رسالة صوتية بيحكي له إنه تعرض لرعب ما شافوش في حياته الليلة اللي فاتت، وإنهم بدأوا يهاجموه بشراسة، وإنه راح كنيسة كاثوليكية الظهر، وإنه رجع على محل الكتب الدينية، وإنه قابل المدير رودني وسأله عن أي نصايح تانية يقدر يعملها من خلالها يعني إنه يدافع عن نفسه، بس ما عارفش يوصل لحاجة جديدة. وقال لسامي إن دي غالبا هتكون آخر رسالة مني لأنهم هيموتوني. وبيوصف رودني كريستوفر في الليلة اللي قبل وفاته وبيقول إنه كان واضح عليه الإرهاق وقلة النوم بشكل كبير جدا، وكان خايف بس كان خلاص بدأ يستسلم إنه هيموت النهاردة. محدش قدر يعرف إيه بالظبط اللي حصل لكريستوفر في ليلة وفاته، والطب الشرعي أكد إنها أزمة قلبية، لكن إيه سببها وليه مات في الحمام بالشكل ده محدش قدر يعرف ليومنا ده. ناس قالت إنه أكيد شاف حاجة ما قدرش يتحملها ومن الرعب قلبه ما استحملش ومات، وناس تانية قالت إنه فضل يعتقد إن الست دي عملت له لعنة وهو بدوره قعد يخوف نفسه لحد ما مات من الرعب. وفي بعض الدكاترة رجحوا إن سبب الأزمة القلبية اللي حصلت له ممكن تكون من كتر المكملات الغذائية والفيتامينات اللي كان بياخدها بكثرة وبشكل يومي، ومحدش قدر يوصل إيه سبب موته وإيه اللي حصل في الليلة دي بالذات، على الرغم إن برضو بعض الناس وقتها شكيكوا في قواه العقلية، بس خرج صحابه وكذبوهم وردوا وقالوا إنه طول الوقت اللي قضاه معاهم كان مخه سليم تماما وذكي ومجتهد في شغله جدا، وكان عمال يترقى اشمعنى اتجنن وبدأ يشوف حاجات مش موجودة في آخر كام يوم قبل وفاته. ولو بصينا على الحقائق هنلاقي إنه أيا كان السبب اللي موت كريستوفر، بس في الآخر هو عارف إنه هيموت في اليوم ده بالذات وكان متأكد، وقال لصديقه عنه وطلع كلامه مظبوط، وكان مصدق بالفعل إن الست اللي قابلها كانت ساحرة وإنها هي اللي عملت له نوع من أنواع السحر اتسبب في موته. وللأسف القضية اتقفلت على إنه موت نتيجة أزمة قلبية، لكن محدش قدر يعرف إيه السبب الحقيقي ورا اللي حصل له آخر أسبوع في حياته بالظبط. دي كانت حكايتنا النهاردة، لو عجبتك عرفني واعمل لايك للفيديو وشيره لأصحابك، واكتبلي في الكومنتس رأيك تفتكر إيه اللي حصل لكريستوفر بالظبط وإيه اللي خلاه يحصل له كل ده، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.